بعد تخرجه في الأزهر استقر محمد عز العرب في القاهرة المحروسة ليبدأ فصلاً جديداً من حياته بالقرب من مقام السيدة زينب، ساكناً بجوارها ومعلماً في مدرسة السنية الواقعة في الحي نفسه، وهي أول مدرسة حكومية مجانية تنشأ لتعليم الفتيات في مصر. استقر به الحال إلى أن يغادر الجعفرية ويقيم في القاهرة وتحديداً في حي البغالة بالسيدة زينب. أقام في هذا المنزل حياته كلها في السيدة زينب، وكانت طبعاً حي السيدة زينب كان بيضم في هذا التوقيت علية القوم، خاصة منطقة المنيرة. اشتغل مدرس في المدرسة السنية اللي هي في السيدة زينب، ومهنة التدريس في الوقت ده كانت من أعلى المهن اللي بتدر دخل جيد على العاملين فيها. بالنسبة لخريج الأزهر في هذا التوقيت كان لهم إما مسار التعليم يعلم العلوم إما اللغة العربية أو العلوم الدينية في المدارس، والمسار الثاني هو مسار القضاء الشرعي. الناس كانت تفضل العمل في التدريس، بتحدد له مرتب ثابت شهري، فبالتالي فيها نوع من الاستقرار في الاقتصادي والاجتماعي. كان يتقاضى 6 جنيهات في الشهر، وكان إيجار الشقة لوحده 60 قرش. في هذا التوقيت يعني كان يعيش حياة منعمة إلى حد ما. لم يدم عمل عز العرب في المدرسة والتنعم براتبها إلى مدة قصيرة، فقد كانت استقامة الرجل ونزاهته حائلاً أمام استمراره في التدريس. وللأمر قصة. محمد بيك عز العرب ترك مهنة التدريس بسبب واقعة محددة، ابنة أحد البكوات لم تحصل على درجات النجاح، وأصر مدير المدرسة أن تحصل على درجة. الشيخ محمد رفض، قال لك في عندنا قيم ما أقدرش، ده يبقى ظلم للآخرين، مش هغير النتيجة بتاعتها. فبالضغط عليه قالهم لا أنا هستقيل وانتوا غيروا النتيجة بعد ما أمشي. فهو اعتبر أن ده خروج عن العدل والحق، وكان منه إلا أن يقدم استقالته لمدير المدرسة لأنه شعر أنه ما حققش العدل المطلوب.